مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا وآراء. احتل قطاع البناء والتعمير في الآونة الأخيرة واجهة الاهتمام الإعلامي، لكن بسبب ظواهر سلبية مثل انهيار بعض المباني وانتشار البناء العشوائي وبعض الحوادث المرتبطة بهدمه. لكن يبدو أن الدولة قد سمعت نقص الخطر وهي عازمة على محاربة هذه الظواهر، وبدأت من الأساس أي الترسانة القانونية التي ستشكل الإطار للاستراتيجية الحكومية لتقنين مجال البناء والتعمير. عن هذه الترسانة القانونية وانعكاساتها المحتملة يسرنا أن نستقبل في هذه الحلقة من البرنامج الوزير المسؤول عن القطاع وكذا ممثلين عن الأطراف المتدخلة فيه، كل ذلك بعد أن نستمع إلى بعض آراء المواطنين حول هذا الموضوع. ابني في المغرب ما غاديش هو هذاك، لماذا ما غاديش هو هذاك؟ لأن الأراضي غالية، البني ولا غالي، الثمينة ديالو مصافعة باش تبني وتبقى قطعة الأرض وتبنيها غالي، هادشي بزاف. باش تاخذ الرخصة خاصك واحد العام وانت كتعرض هاد الرخصة، وفي الآخر ما كاين حتى حاجة وكتبقى تسنى مدة، لأن المصاصير طويلة بزاف. يعني من ناحية ديال تلقى المسطرة هي كتشوف فيها غدا تقبض الرخصة، وكيقول لك القانون 30 يوم، إذا ما كان جواب راه عندك الرخصة، وفين هي 30 يوم؟ خويا ما كاينش تسهيلات في المساطير البنائية، وما كاينش، وكاين عدة رخص كثار، الإنسان خاصك تكون رخصة تجمع ليه كلشي تجي سهلة، والبناء أصلا أنت كيبنيو كاع شي حاجة للشعب ما كيرجعوش مورا يراقبوا واش مزيان ولا ما مزيانش. وفي الحقيقة وزارة السكنة قامت بمجهودات اللي هي مشكورة على في هذه القضية ديال محاربة الصفيح، ولكن خاص في الحقيقة أول حاجة محاسبات ومعاقبة الناس اللي مازال كيساهموا بهذا انتشار الظاهرة هذه. الحكومة الحالية نهجت واحد السياسة محكمة في محاربة هذه الإشكالية والمعضلة اللي كيعرفها المغرب والمجتمع المغربي، ولكن هادشي ما كيعنيش انه راه كاين جيوب المقاومه اللي في صالح ان الدور الصفيح تبقى مستمره، واللي كيستغلوها في امور سياسيه وفي امور في مصالح ديالهم الشخصيه. والمجهودات اللي قامت بها وهي هاد السكن الاجتماعي اللي تشوفوا نقص التكلفه ديال عطات تشجيعات المنعشين العقاريين بتكلفه منخفضه، وحتى من الضرائب خفضت لهم، وشجعات الأبناء باش يسلفوا الناس ذوي الدخل المحدود بواحد النسبه قليله، هي 4-4.5% اللي باش ولا كل واحد دابا يمكن له يقتني بيت ديالو من السكن الاجتماعي. عموما بحال السكن الاقتصادي كيأكد من واحد العيش كريم، ماشي بحال اي حاجه كما تنقولوا حنا، اي حاجه فك الشمس فيك، ولكن المهم بحال كانوا انه يطوروا ويديروا السكن الاقتصادي يكون عنده واحد السعه اللي تحل اللي حسب الافراد ديال الاسر ياخذوا بعين الاعتبار هذه المساله، هذه غيكون احسن. بالنسبه للبناء العشوائي اللي كيتكثر في المغرب، بحال مثلا دابا كتلقى عماره فيها 16 ولا 18 ابارتمون كتبنى في ظرف عام، يعني كتجي كتسكن واحد شهر شهرين كيبدين لك الشق، كيبان لك الشق في الحيط، يعني البني مغشوش. ونقول لك خص السلطات والناس المعنيين بالامر يحدوا من الظاهره هذه، الظاهره يعني خطيره. راه بني هذاك الانسان تيسكن تكطيح عليه ضاله ولا يطيح عليه شي حيط، ولا يعني ماشي بناء هذا. بالنسبة للبناء العشوائي، البناء العشوائي راه كاين منذ القدم ماشي حاليا، يعني السياسة اللي كتنهجها الدولة في البناء العشوائي ربما ما عطاتش النتائج اللي كتوقع. أول حل هو ما يبان شنو هو القطاع اللي مسؤول على هذا البناء العشوائي. أولا واش الجماعات المحلية، واش الداخلية، واش القيادة، واش هذا البناء العشوائي خص على الأقل يكون واحد الجهاز اللي مكلف بالبناء العشوائي، وهنا غتبان المسؤولية وتبان. إذن القضية هي القوانين الجديدة في مجال التعمير والبناء، والآراء آراء كل من السادة. محمد نبيل بن عبد الله وزير السكنة والتعمير وسياسة المدينة، مرحبا بك. أهلا وسهلا. تعليق على ما سمعت؟ كيظهر لي أنه أولا شكرا على تخصيص هذه الحلقة لقضايا التعمير وقضايا البناء في بلادنا. ثانيا من خلال ردود الفعل الارتسامات المعبر عنها من قبل المتحدثين كيظهر بأنه هناك حقيقة اهتمام كبير بهذا الموضوع، بأن بمعنى أن هذا الأمر كيهم الحياة اليومية للمواطنين في المدن وفي القرى، وهناك انتظارات فيما يتعلق
بتبسيط المساطير، بجعل أن هناك ممارسة فعلية لسياسة القرب تجاه المواطنين في هذا المجال، ولذلك الحكومة ينتظر منها أن تتخذ إجراءات، وهذا ما قامت به، وأعتقد أنه سنتمكن من بسط ذلك. بعد أن نقدم باقي المتدخلين ومن ضمنهم السيد محمد شرورو رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، مرحبا بك. مساء الخير الأخ عبد الرحمن. تنظن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين كمنظمة حكومية من بين الأهداف ديالها مصاحبة ومواكبة الحكومة في الأوراس الكبرى، وتنعتبر بأنه وزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة شريك أساسي واستراتيجي بالنسبة لنا، سواء من خلال المصاحبة ديال المؤسسات التابعة للدولة، من خلال إعداد الدراسات والتصاميم، أو من خلال المصاحبة ديال المنعشين العقاريين اللي كيساهموا في واحد المجموعة ديال العمليات الاجتماعية والاقتصادية. شكرا لك. رحب أيضا بالسيد حسن المنصوري نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة قلبيم عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مساء الخير. شكرا للأخ عبد الرحمن على الاستضافة من طرف القناة التلفزيونية الأولى في إطار برنامج قضايا وآراء. أعتقد على أن التصريحات التي تقدم بها العديد من المواطنين من خلال هذا الروبورتاج تبين أهمية قضايا التعمير، وثانيا دور الجماعات الترابية المحلية في كل القضايا المتعلقة بالتعمير، ويتضح أيضا على أنه آن الأوان للقطع مع الجميع مع العديد من المناصرات التي تعرقل قضايا المواطنين، سواء فيما يتعلق بالمشاريع الصغرى أو حتى المشاريع الكبرى. وفعلا بالرغم من أن الحكومة أتت متأخرة فيما يخص أجراءات إخراج هذا المرسوم إلى حيز الوجود، إلا أنه بطبيعة الحال سيشكل في اعتقادنا نقلة نوعية في إطار التعامل مع قضايا التعمير لفائدة أصحاب الشأن وأصحاب المشاريع الكبرى، وسيشكل أيضا عملية جديدة ستلزم الجماعات الترابية لأداء أدوار محددة في ميدان التعمير باعتباره ميدان حيوي يخدم قضايا المواطنين عن قرب. شكرا لك. نرحب أيضا بالسيد مصطفى العلالي وهو الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين. شكرا على الاستضافة. من خلال الروبورتاج كيبان أن الأهمية القصوى اللي كيعطوها المغاربة للسكن باعتبار أنه أساسي من أجل ضمان العيش الكريم للمواطنين. بالفعل هناك مشاكل عدة تتعلق، لأن الكلمة دي المساطر جات كثيرة على في اللسان دي المتدخلين في الروبورتاج. كنظن بأنه احنا في الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين كنشتغلوا بواحد الطريقة يعني ممنهجة مع الحكومة ومن خلالها مع الوزارة المكلفة بالقطاع، من أجل أننا نلقاو الحلول للمشاكل اللي كيتفهموهم واللي احنا كنطرحوهم فيما كتكون عندنا المناسبة. وكنظن بأنه الترسانة القانونية اللي هي سواء منها في طور الدراسة أو اللي منها فهي كتصب في هذا الاتجاه من أجل إيجاد الحلول المشاكل السكنة بالمغرب. إذن شكرا لكم. نبدأ بك سيد الوزير. إذن لا شك أن الترسانة القانونية هي جواب على ما جاء في أسئلة المتدخلين في البداية، المواطنين العاديين، وكذا ربما إجابة على الظواهر التي تحدثنا عنها مؤخرا وكثرت في وسائل الإعلام. قبل أن ندخل بالتفصيل في هذه القوانين، ربما ملخص عنها أو الفلسفة العامة لها على أن نعود بتفصيل لكل قانون. والواقع أن الأمر يتعلق بجزء من الجواب. تعلمون أنه هناك عدد من المرجعيات الأساسية اللي اليوم صبحت مكرسة في الدستور، واللي كتجعل أنه من الضروري على السلطات العمومية أنها توفر شروط العيش الكريم والسكن اللائق للمواطنات والمواطنين، وتوفر كذلك الشروط ديال تساوي الحدود على مستويات متعددة. في اتجاهنا لبلورة هذا الأمر على أرض الواقع، الحكومة الحالية وبناء على التراكمات ديال تجارب سابقة أنه يتعين أن نقف على ذلك، الحكومة الحالية وجدت بأن هناك عدد من المشاكل العالقة
اللي لم نتمكن من التغلب عليها في تجارب سابقة. ممكن أن هناك تأخر، لكن مثلا عندما يتعلق الأمر بتبسيط المساطير، إذا كان تأخر خصنا نحاسبوا عليه الحكومات اللي تعاقبت منذ 20 سنة، لأنه هذا الأمر هذا يعود إلى 1992 بالتقريب. وتعلمون أن كان هناك قانون اللي باقي موجود، اللي هو القانون ديال 1290 اللي كيتعلق بالقضايا المرتبطة بالتعمير ومراقبة البناء. وهذا القانون في مادته 59 ينص على ضرورة أنه تكون هناك مراسيم كتسمى ضابطة البناء اللي تزيد دقق هذا القانون. لم تتمكن كل التجارب السابقة من الوقوف على ذلك، بمعنى أنه 20 عام 21 عام من بعد حنا في هذه الحكومة استطعنا أن نخرجوا هذا المرسوم. علاش الحكومات الأخرى ما كانوش قادرين ولا الظروف؟ لأنه هناك صعوبات حقيقية فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات ديال كل الأطراف المتدخلة. فلذلك حنا سعينا في اتصالات منذ أن قامت هذه الحكومة، سعينا إلى أننا نقرب وجهة النظر، واشتغلنا كثير أساسا مع وزارة الداخلية بصفتها سلطة الوصية على الجماعات المحلية، لأن المتدخلين الأساسيين على هذا المستوى هي السلطات المحلية، الجماعات ثم المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير. وعلى هذا الأساس يمكن نقوله بأنه استطعنا بعد جهد جاهد وبعد واحد التراكم ديال واحد العدد ديال الدوريات أو النشريات اللي يتعين الإقرار بأنها ما عندهاش المفعول القانوني اللي عند قانون أو اللي عند مرسوم، بحيث أنه حتى لمستوى النشر ما عندهاش، ما كاينش صلاحية أننا ننشروها وتصبح عامة على مستوى تنفيذها. فسعينا إلى توحيد كل هذه المجهودات السابقة اللي كانت دائما تهدف إلى تأطير هذا المجال وإلى جعله يكون مجال محفز، مجال اللي كيبسط بالنسبة لجميع المواطنين والمنعشين العقاريين. إذن اللي يمكن نقوله من المستجدات الأساسية اللي كاينة اليوم فيما يتعلق بتبسيط المساطير قبل أن نعود إلى قانون آخر اللي كيأطر القوانين ديال 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 التعمير اللي كذلك صدقنا عليه، الأساسي في هذا المرسوم هو أنه كيقرب المبدأ ديال الشباك الواحد بالنسبة لكل المدن اللي كيتجاوز العدد ديال السكان ديالها 50,000 نسمة. كذلك كيحدد على مستوى باقي الجماعات أي اللي العدد ديال السكان ديالها أقل من 50,000 نسمة، كيحدد لجان اللي مكلفة بنفس هذه العملية، مما لا يمنع ابدا ان يكون هناك شباك واحد عندما تتوفر الظروف الى ذلك، بمعنى اذا كانوا جميع المصالح عندهم امكانيه باش يحدثوا كذلك شباك واحد، فيمكن نقربوا اكثر على مستوى دائره او على مستوى اقل من دائره. ثم الجانب الثالث هو اننا كنوحدوا المساطير، بمعنى انه اليوم كيمكن لك تمشي وتوجد في اطراف مختلفه من البلاد، كل واحد اش كيطلب، كل واحد اش من وثائق كيطلب، فبالتالي وحدنا هذه المساطير ووحدنا المسالك ديال الدراسات ديال اللي يتعين القيام بها من أجل الحصول على الرخص على المستوى الوطني، بعدها كما قلت لكم أنها كانت منظمة في دوريات متعددة مختلفة وفي بعض الأحيان متضاربة في بينها. من جهة أخرى ضبطنا وقلصنا الأجال، تكلموا بعض المواطنين على الأجال باش تحصل على هذا الأمر، هذا المنعشين العقاريين كانوا كيشكيوا كثير من هذا الأمر، رخص كيمكن الامر يطلب سنة ونص باش يحصلوا على رخصة البناء في مشاريع كبرى صغيرة متوسطة، ما بالك بالنسبة للمواطن العادي في مختلف المدن ولكن كذلك في القرى. إذن ضبطنا وقلصنا الأجل ديال مختلف المراحل ديال الدراسة ديال ملفة المشاريع. مثلا الآن هذا المرسوم كي يفرض على أنه لما كتوضع الملف ديالك هناك توصيل اللي خصو يتسلم لك، باش ما يمكنش يتقلك بانك وضعتي الملف ديالك خارج واحد الاجل معين اللي كيجعل انه المعنيين بالامر ما كيحترموش الاجل اللي هو مقرر. كذلك ضبطنا المسطره كما قلت لكم ديال ايداع الملفات، دققنا الاختصاصات والمسؤوليات ديال كل الاطراف، بحيث انه اليوم اللي كيهم هو السلطه المحليه، الجماعه، الوكاله الحضريه، هذو المتدخلين الاساسيين. أما المتدخلين الآخرين فالرأي ديالهم
يتعين أن يؤخذ بعين الاعتبار من خلال كل الترسانة القانونية اللي موجودة. لكن اللي ملزم في ذلك هما هاد الأطراف المتدخلة، وأكثر من ذلك اللجان أو الشباك الوحيد كيخدموا بمبدأ من حضر، بمعنى لأنه شنو كيوقع اليوم؟ كيوقع أنه هادشي كيعرفوه المواطنين، كيجي مواطنين أو منعشين كيجي ملف كيتطرح، كنديروا اللجنه اللي غتجتمع اللي خص يكون فيها حضر الجميع، ما كيحضرش واحد، مشات اللجنه كتعاود تاجل وهكذا، ودواليك الامر يمكن ياخذ اكثر من سنه. اذا هذا الامر هذا اعتقد انه كل هذه الاجراءات اللي غنعملوا على تدقيقها اكثر في الممارسه بقرارات ديزاغيتي غنجعلوا انه نتمنوا انها فعلا تبسط هذه المساطر، تقلص الاجلات. قد تكون هناك بعض المقاومات في التنفيذ وفي التطبيق، لانه يتعين اننا نتكلموا مع المواطنين بصراحه. هناك ناس اللي كيستافدوا من هذا التاخر، لان عندهم مصالح في ذلك، لانه كاين ممارسات فاسده من وراء ذلك. فبالتالي هذا الامر كيتطلب منا من جميع المتدخلين، من المهندسين المعماريين بالمناسبه كنوجه لهم تحيه، كان بدنا انهم يكونوا حاضرين معنا كذلك، غادي نستدعوهم هما الى جانب السلطه المحليه لانهم شريك اساسي بالنسبه لنا في هذه العمليه. جماعات المحليه شريك اساسي، السلطات المحليه، كل هاد المتدخلين كنتمنوا انهم غيوضعوا يديهم معنا. اذا من بين المتدخلين الجماعات المحليه ذكرتهم، معنا السيد نائب رئيس مجلس بلديه مدينه قلميم. إذا شنو رأيك في هذا الشيء اللي قال السيد الوزير؟ كنتوا تنتظروه، غتكون عنده فعالية، كيفاش غيساعدكم أنتم كمتدخلين كيف قال قيام العمل ديالكم؟ الجماعات المحلية في إطار اشتغالها بآلية التعمير القديمة، وهنا ما حين قلت التأخير، التأخير على أنه كان يمكن أن نربح وقت من أجل إجراءات هذا القانون، لأن إجراءي استدعيم طبيعة الحال إجراءات هذا المرسوم استدعي إمكانية بشرية هامة كفأة، استدعي أيضا إمكانية مالية لانظهار هذا الوجه الجديد لهذا القانون، لهذا المرسوم الذي من شأنه تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل مسار تسليم الرخص بمختلف أنواعها وإشكالها. وفي هذا الصدد بالفعل هناك تراكمات، والآن أقر على أنه حتى القانون الآن ديال التعمير 1290 هو مليء بالعديد من الاختلالات التي تستدعي إخراج مدونة التعمير للحيز الوجود في إطار الالتزامات الأخلاقية والسياسية الملقاة على عاتق الحكومة، لأنه من الملفات الأساسية والخطيرة في المغرب هو ملف التعمير. ولاحظ العديد من الظواهر مؤخرا كمسألة البناية الآيل للسقوط، مشكل الزلازل ما وقع في الحسيمة، إذن نعتبر هذا الملف هو ملف أساسي اشتغلت فيه حتى الحزب الاتحاد الاشتراكي للحكومه الشعبيه حينما كان مسؤول على القطاع في ديال الاخ ريازغي، تم اطلاق الحوار الوطني اعداد التراب، كانت مبادره جيده. ولكن بعد ذلك ماذا حصل؟ بفعل ثقل الضرائب على المعيشين العقاري والمواطنين تراجعت مؤشرات المشاريع المتوسطه والكبرى، وبالتالي انا اقول على انه آل الاوان للتعامل بجديه مع هذا الملف، وياتي فعلا هذا المرسوم المحدد لضابطه البناء كبديل سيقطع كما قلت على ممارسة عدة. وأعطي فقط كمثال على مستوى الجماعة الترابية، راه هي صعوب جيدا في ديال الممارسات اللي خصنا نعروها ونقولها بكل صراحة، على أنه الآن يجب القطع معها، كي يمكن كاع تعقد اللجنة وتعطى واحد العدد ديال الآراء متناقضة لحاجة في نفسي عقوب ومتعاقب، وبالتالي لا تخدم مصلحة مصلحة صاحب الشأن أو صاحب المشروع، أو يتم التدرع بالغياب وبالتالي يتم تأجيل الملفات وتراكمها. وكنقولوا على انه هذا المرسوم الى جانب الترسانه القانونيه التي يجب التعجيل باخراجها للحيز الوجود، من شانه فعلا ان يخدم قضايا التعمير باعتبار التعمير رافعه اساسيه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، ومن شانه تشجيع الاستثمار واعمال مناخ الاعمال في المغرب، وبالتالي يشكل محور اساسي في التنميه. وايضا اتى هذا المرسوم لاعطاء صلاحيات جديده لاصل الجماعه، وحصن مسؤوليته، وحتى ايضا حمل مسؤوليه حتى للمواطنين فيما يخص تغيير التصاميم او اجراء التعديلات او مثلا المكاتبه فيما يخص الرفض، وبالتالي تصريح ضمني وصريح تصريح فعلي على تفعيل قانون تعليل القرارات الاداريه، يعني اتى بايجابيه. حتى الشباك الوحيد ايضا بمواصفات جديده تعمل الجماعات على اخراجه، يعني بواحد الحله جديده سيعيد مناخ الثقه في علاقه الجماعه الترابيه مع المواطنين في قضاء شانهم في كل ما يتعلق بقضايا التعمير. نعم. سي محمد، انتم في هيئه المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، شنو هذه القوانين غتغير في طبيعه العمل ديالكم؟ شنو المشاكل اللي كنتوا تتلاقيو قبل واللي هذه القوانين الجديده من شانها ان تغيرها؟
يعني المهندس المساح الطبوغرافي كعادته فهو يعني كما قلت يصاحب الجماعات، يصاحب الإدارات، يصاحب المواطنين. يعني هو نقدر نقوله بأنه هو اللي كيتبت وكيضبط الحدود ديال العقار والمساحة، وبالتالي التخفيض والتخفيف من النزاعات اللي تقدر توقع. نقدروا مثلا ناخذ مثال أن واحد السيد قبل ما يمشي يبني كيمشي عند واحد المهندس باش يمكن يحدد ليه الحدود ديال البقعة ديالو، لأن كنعرفوا بأن تيوقعوا نزاعات. وبالتالي حنا عندنا شراكة مع الوزارة، ناخذ مثال ديال الشباك الوحيد. يعني المهندس المساح الطبوغرافي ولا المهندس المعماري كيصبح هو صلة الوصل ما بين المواطن أو الزبون واللجنة اللي كتقوم بمعالجة الإلكترونية للملفات. انطلقت مؤخرا في تفلات وفي إفران وفي مراكش. يعني احنا كهيئة وقعنا اتفاقيات مع الوزارة باش نسهلوا ونبسطوا المساطير ديال يعني تسليم الرخص، أو أيضا إذا كان هناك مشكل ما يتعلق كما قلت بالحدود أو إعادة الحدود إلى مكانها، فهنا تدخل ديال المهندس المساح الطبوغرافي. تنظن بأنه العدد ديال المهندسين حاليا ما كافيش باش يغطي يعني العدد ديال الجماعات، وإلا كيخلنا 1503 الجماعات، كون كان عندنا غير يمكن كل 5 أو 6 الجماعات يكون فيهم واحد المهندس، راه غادي يبسط عليهم واحد المجموعة ديال المسائل. تنعرفوا بأنه الجامعات اليوم كتخبط في واحد المجموعة ديال المشاكل ديال المساطير، وبالتالي الدور ديال المهندس المعماري والمهندس المساح الطبوغرافي أساسي وأساسي جدا بالنسبة للجامعات المحلية. وتنظن بأنه هذا هو المفتاح وهذا هو السبيل باش ننقصوا من الحدة ديال التعطال ديال المساطير. سي علالي، انتم من المعنيين الاساسيين بهذا القوانين، لان انتم اللي تتبنيو وتتبيعوا يعني منعشين عقاريين. شنو اللي يمكن هذه القوانين تغير في العمل ديالكم؟ فبطبيعه الحال اولا اود ان اذكر بانه كنا قمنا في الفيدرالية الوطنية لمنعشين العقاريين بواحد الدراسة كتبين المساطر أو صعوبة المساطر من أجل الحصول على الرخص، سواء رخصة البناء أو رخصة السكن، وكنا قدمناها للحكومة في واحد الوثيقة اللي كتبين بأنه المتوسط الزمني للحصول على رخصة البناء كان كيوصل تقريبا لواحد 400 يوم عمل، ما يفوق السنة. سنة، نعم. وبأنه العدد ديال التوقيعات اللي كانت كتجي في هذا يعني منذ ايداع الملف الى الحصول على الرخصه يفوق 130 توقيع. هذا كيبين بانه كانت مساطر جد معقده. فالحمد لله انه الحكومه استجبت لهذه المطالب ديالنا، لانها رات بانها مطالب مشروعه. والحمد لله هذا المرسوم جاء بتدابير جد هامة، واللي من شأنها أن غدا يعني تسرع من الوتيرة ديال الحصول على الرخص، سواء رخصة البناء أو رخصة السكن. وكما جاء على لسان السيد الوزير أنه صبحوا المتدخلين في العملية هما 3 ديال المتدخلين الأساسيين، اللي هما الوكالة الحضارية، العمالة، والجماعة اللي في النفوذ ديالها العقار المراد بناؤه. وبالنسبة للمتدخلين الآخرين تيجوا في إطار واحد في الترسانة القانونية اللي إذا فما يمكن لنا إلا في يعني في الفيدرالي الوطني، ما يمكن لنا إلا نتبنوا هذا المجهود اللي كتقوم به الحكومة، ما يمكن لنا إلا نكونوا مرتاحين لهذا التدابير. كيبقى الآن مدى تطبيقها على ارض الواقع، وما هي يعني الوسائل الماديه والبشريه. هذا هو السؤال اللي غنطرحه على السيد الوزير، لان ترتيه انت وتارو السي محمد السي حسن المنصوري. وقتاش غيتطبق هذا الشيء اللي تنتكلموا عليه؟ وقتاش المواطن غيمشي وفعلا يعرف بانه الى حط هذا الاجل غادي تحترم؟ وشنو هي الامكانيات اللي غتحطوا؟ تكلمتوا ايضا على المقاومه، غتكون جيوب مقاومه. شنو هو الوسائل اللي غادي تطبقوا بها القوانين؟ من الناحيه الشكليه فورمال، هذا منشور، هذا مرسوم
تنشر في الجريدة الرسمية في يوم 27 مايو 2013 هذه السنة قبل أسبوع تقريبا. غيدخل حيز التنفيذ من بعد 6 شهور أي في شهر دجنبير تقريبا. عمليا غيصبح النفيذ. أنا ذاك غتكون معركة حقيقية، لأنه يتعين على الجميع أنه يحرص على التنفيذ السليم ديال هذا المرسوم. هذا الأمر موكول أساسا لنا طبعا، احنا أصحاب هذه المبادرة، وزارة الداخلية، الجماعات المحلية والرؤساء بالخصوص اللي هما شريك أساسي ديالنا في هذه العملية، واللي ما ننساوش أن في نهاية المطاف هما اللي عندهم الصلاحية ديال التعمير، وهما اللي كيوقعوا في نهاية المسلسل على هذه الرخص هذه، وبالطبع السلطات المحلية وجميع المتدخلين الآخرين. طبعا بودينا في مرحلة قد نصل إليها في يوم ما، احنا كنا كنبدنا وهذه الفكرة رائجة أنه عدد من هذه المساطير نحيدها، وربما يكون الشريك الأساسي ديالنا هو المهندس المعماري اللي بحكم أنه مسؤول على التصميم دياله كيبقى مسؤول من البداية إلى النهاية، بمعنى أن التوقيع ديالو عمليا على تصميم كيعني أنه راه مسؤول على البناء اللي يمكن يكون، وفي نهاية المطاف كيمكن يوصل إلى درجة تسليم حتى الرخصة ديال 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 السكن. ولكن هذا الأمر فيه صعوبات لحد الآن من أجل أننا نوصلوا له، لذلك اليوم يتعين أننا نبرروا هذا الشيء ابتداء من دجنبير المقبل. احنا شرعنا كما قال السي جرورو في شيء اخر، هو وهذا المرسوم يتكلم عن ذلك، اننا نخرج اقصى ما يمكن بعد مده تدخل البشري، لان التدخل البشري مع الاسف هو اللي فيه واحد العدد ديال الممارسات الفاسده، فبالتالي نتمنى ان نصل في مرحله ما الى التدبير اللامادي المطلق، بمعنى ما كاينش التدخل البشري، كاين واحد الملف كيدخل كيخضع لواحد المسطرة معينة عبر هذا التدبير اللامادي، بمعنى أنه كيدخل لاستعمال المعلوميات وغير ذلك، وبعد ذلك إذا توفرت الشروط راه كيخرج الرخصة ديال السكن. بدأنا تجارب تكلم عليها السي جرورو في عدة مدن، وشجعنا اليوم الوكالات الحضرية مع تجارب نموذجية في بعض الجماعات باش نحاولوا نسرعوا من الوتيره ديال اننا نوصلوا لذلك. لما تنضج الظروف الى هذا الامر سنمر الى هذا التدبير اللامادي بشكل قانوني. هذه معركه اذا يتعين علينا اننا نخوضها. ما يمكنش نطلبوا من الحكومه او من وزاره انها عندما تتخذ مبادره تشريعيه او قانونيه أو تنظيمية كيفما كانت أنها تكون ضامنة لشروط التطبيق السليم منذ البداية. هذا أمر مرتبط في القوانين كامل، الدستور ديالنا اليوم هل هو مطبق في كل تفاصيله في كل مواده في كل مضامينه؟ هذا أمر سيتطلب واحد الوقت معين، لكن اليوم عندنا مرجعية، عندنا مرسوم، عندنا يمكن المواطن يستدل به، المنعش العقاري يمكن يستدل به، يمكن أمام رئيس جماعة، أمام مدير وكالة حضرية، أمام سلطات محلية، يمكن يقول لهم هذه الإجراءات اللي باقين كتفرضوها علينا راه ما يمكن لكمش تفرضوها علينا، لأن هناك مرسوم واضح يتعين أنكم تمتثلوا له جميع. نتمنى أننا جميع نخوضوا هذه المعركة من أجل أنه فعلا نكون وصلنا في واحد المستوى متقدم في بلورة هذا المرسوم. يعني